العجيب أنه قبل أن ننتبه إلى تعارض هذه التوصية مع ما أوصى به المجلس العلمي الأعلى، ننبه إلى تعارضها مع المرجعية التي يدعيها المجلس الوطني، وهي المرجعية الحقوقية الدولية التي تنتجها وتفرخها هيئة الأمم المتحدة في شكل تشريعات، والتي تنص جميعها على احترام الخصوصية واحترام الديانات الخاصة لكل شعب من الشعوب، والسعي إلى تكييف هذه الحقوق والقوانين والمواثيق والتوصيات مع الخلفية الدينية والثقافية والخصوصية الاجتماعية لكل شعب. فهؤلاء لو راعوا مرجعيتهم لكان ذلك وحده كافيا ألا يصدروا هذه التوصية التي هي تغريد خارج السرب. وأنا لا أزعم لهذه الهيئة جرأة في أن تثير هذا الموضوع أمام ثلاثة محاذير. المحظور الأول أن الشأن الديني في المغرب محتكر لإمارة المؤمنين، والمحظور الثاني أن تثير مشكلة مع الشعب المغربي المحافظ ذي الحساسية الشديدة، والمحظور الثالث أن تثير حساسية مع حكومة يقودها حزب إسلامي. ولكن هذه الجرأة ليست آتية من داخل هذه الهيئة، وإنما هو دس وتحريك من جهة خارجية دفعت به إلى أن ينتحر اجتماعيا وسياسيا بهذا النوع من القفزات في الهواء.